في اطار برضو تدعيم العلاقات مع افريقيا، النهارده المجلس القومي للمراه شهد او استقبل وفد افريقي نسائي مكون من 24 دوله. كاميرا مصر في يوم شهدت جانبا من هذا اللقاء، وننقل لحضراتكم جانبا منه. مشاهد شهد المجلس القومي للمراه صباح اليوم استقبال وفد نسائي من 24 دوله افريقيه يضم العديد من القيادات الأمنية على مستوى قارة إفريقيا بهدف التعرف على أنشطة المجلس. زيارة النهاردة كانت عدد من السيدات اللي بيمثلوا بعض الدول الأفريقية، عددهم حوالي 60 سيدة. كانوا الحقيقة النهاردة سبب زيارتهم كانت ضمن برنامج الخارجية هي مرتبة ليهم علشان يطلعوا على الأنشطة والبرامج اللي مصر بتنفذها لتحسين وضع المرأة. تعرفنا على كافة التشريعات، القوانين والمواثيق الدولية اللي بتخص حماية حقوق المرأة، حمايتها ضد العنف والتميز، وكمان تعرفنا على القوانين المصرية المحلية المستحدثة لحماية حقوق المرأة. جئت هنا إلى مصر للمشاركة في دورة تدريبية تنظمها الأكاديمية المصرية للشرطة حول حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة. الدورة استمرت وتستمر خلال شهر، تتناول مجموعة من المواثيق الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان. من خلال زيارتنا اليوم للمجلس القومي وجدنا أنه قام بكثير من الأدوار اللي بتخدم المرأة عموما في مجالات المختلفة، وفيه توعية كبيرة جدا للمرأة المعنفة.